اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. فقرتنا المعتاده كواليس المونديال هنبدا النهارده بكلام كتير جدا واربع مباريات من العيار الثقيل وايه اللي حصل في هذه المباريات، ولكن خلوني ابدا ارحب بضيوفنا اللي موجودين معانا النهارده. احمد مجدي، ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ كله تمام؟ زي الفل. تاني مره في اسبوع 100 100، احنا دلع كتير كده علينا. الله يخليك يا كابتن. ايضا عبد الرحمن بدر، ازيك يا ابو بدر؟ الحمد لله كله تمام. كله قلت الاسم صح 100%؟ صح، الرحمن بدر. انا ابني الكبير اسمه بدر بالمناسبه. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. كله خير. طيب الحمد لله. خليني ابدا معاك يا احمد، او قبل ما نبدا خلينا نطلع نشوف تقرير الاول كالعاده عن اخبار المونديال طوال اليوم. طيب دي كانت اهم الاخبار اللي حصلت النهارده في يوم المونديال رقم 4. خلينا برضو نروح نتكلم عن نتائج مباريات اليوم، المغرب وكرواتيا وتعادل سلبي ما بين المنتخبين، والمانيا واليابان وفوز اليابان بهدفين مقابل هدف، واسبانيا وفوز على كوستاريكا 7-0، وبلجيكا وفوز على كندا بهدف مقابل لا شيء. خليني ابدا مع احمد وابدا معاك النهارده كلامنا عن مباراه المغرب وكرواتيا. هذه المباراه المغرب بيواصل سلسله صحوه المنتخبات العربيه. بالطبع يا كابتن، منتخب المغرب النهارده عمل ماتش كبير جدا جدا جدا، لانه لو كان حد توقع انه المغرب هيحقق نقطه من الخصمين بلجيكا وكرواتيا قبل البطوله ما تبدا، كنا هنشوف دي على سبيل المفاجاه ليس اكثر يعني. وكان الرك قلنا هنا الاسبوع اللي فات برضو انه ممكن نلعب على ماتش كندا، الثلاث نقط بتوع ماتش كندا وتحصيل نقطه او اكثر من ماتشين بلجيكا وكرواتيا. خلي بالك لما تيجي تتكلم على كندا دلوقتي ان كندا لا منتخب كويس، منتخب كويس جدا، بس كان يعني التوقعات بتاعت كل الناس انه الكندا الوحيده الأقل اللي في المتناول على الاقل انك تلعب معاها ماتش ند بعد ما شفتها. لا بالظبط، لا منتخب ممتاز جدا، والمغرب كمان يعني بينت عن وجه كويس. وخليني احيي المدرب وليد الركراكي الصراحه، لانه عمل ماتش كبير جدا جدا يا كابتن. والعادي ان الفرقه اللي بتاخد من الاهلي دوري ابطال افريقيا المدرب بتاعه لو مغربي بيلعب بيروح منتخب المغرب على طول. خلينا انا معايا حالات يا كابتن بعتها للزملاء في الاعداد النهارده. حصل نعم. حصل تغيير مباغت في خطته لما نعم. خرج نصير مزراوي في الدقيقه 65. ازاي اشرف حكيمي قدر يعني بتعليمات وليد الركراكي طبعا، وازاي كان في لو الشباب بس يعرضوا لنا الخريطه الحراريه لحكيمي في البدايه. اوكي، لان حضرتك كمان يعني من افضل الباكات رايت اللي جت في تاريخ مصر يعني. فحضرتك لما الباك ليفت يتصاب باك ليفت بحجم نصير مزراوي بكل المهام اللي هو بيعملها فيغطيه الباك رايت دايما، يعني فكره انك تلعب على على على, 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 على الطريقه دي، دي التشكيله ده طبعا. ده التشكيل الاول عشان برضو الناس تبقى عارفه احنا بنتكلم او جمهور بالظبط يعني. اشرف حكيمي الباك رايت ونصير مزراوي الباك ليفت. اللي جابها دي في كرواتيا كان فيها يعني ايفان بيريسيتش، وكان فيها يعني شلال هجومي طالع على 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 اشرف حكيمي. بدايه وليد الركراكي اتعامل مع عز الدين قناحي وسليم املاح، لو نشوف برضو الخريطه الحراريه بتاعتهم كانوا يعني معظم وقتهم بيغطي الاطراف، بس لو اشرف حكيمي اتقدم في العمق كان دايما سليم املاح او عز الدين قناحي، بالذات عز الدين قناحي بيغطي ورا كل الباك رايت بالرواق كله، وده امن جدا اشرف حكيمي في الانطلاقات. ولكن لما نصير مزراوي والباك ليفت طلع بقت على اشرف حكيمي مشكله كبيره، ان هو لازم يغطي الناحيه الثانيه دي، لانه مهما كان الاختيار اللي هو اختار يحيى عطيه الله لاعب الوداد، يحيى عطيه الله لاعب محلي بغض النظر عن امكانياته، ولكن مش هيقدر يسد الفجوه بتاعه نصير مزراوي طبعاً. اللي جايب خبره بايرن منشن وبتغطيه كبيره. الشكل اللي لعب حكيمي بيه والتفوق في الثنائيات وكل الجوده اللي هو قدمها، اعتقد ان هو بين اولا جودته هو كلاعب من افضل الأظهرة اليمنى في العالم، وثانيا وده الاهم اللي عايزه وليد الركراكي والماتش، طمع في الشوط الثاني يعني يصير الشوط الاول 0-0 زي ما هو عايز. الشوط الثاني المغرب كان عندها اكتر من فرصه ان هي يعني تتقدم وتحقق المفاجاه، ولكن يعني ليس بالامكان افضل من مكان ده اولا، وثانيا نتيجه ممتازه جدا بتخلي حظوظ المغرب توصل لحد الجوله الثالثه، وده صحيح. ده المطلوب دلوقتي من المنتخبات العربيه. طيب برضو على الجانب الاخر المنتخب الكرواتي. منتخب كرواتيا يا كابتن النهارده كان بادئ بالطريقه اللي هو بيلعب بيها واللي لعب بيها في بطوله 2018، ونفس الجيل تقريبا ونفس اللاعبين. كان المهم بالنسبه له في كل المباريات اللي اتعمل فيها في 2018 ان هو اهم حاجه عنده انه ما يستقبلش اهداف، ويبدا ان هو بيتحرك عن طريق تحركات ونقل الكوره عن طريق لوكا مودريتش او كوفازيتش، بيستخدم ان هما الاثنين قدرتهم الكبيره على الحركه بالكوره. فكان اهم حاجه بالنسبه النهارده لمنتخب كرواتيا ان هو ما يستقبلش اي اهداف، ويقدر ان هو يتنقل بسرعه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. ف
فيقدر ان هو يستغل تقدم لعيبه منتخب نعم. المغرب ومحاولتهم ان هم يضغطوا على دفاعات كرواتيا، وده اللي عمله ثلاثي وسط الملعب اللي كانت ادوارهم الدفاعيه وادوارهم في الضغط على وسط ملعب كرواتيا كانت اكبر من ادوارهم في نقل الكوره. فكان بيحاول ان هو يستغل ده عن طريق تحرك لوكا مودريتش او كوفازيتش في المساحات خلف لعيبه وسط الملعب ودخول مودريتش على الجناح. مودريتش شفناه النهارده في اكتر من لقطه بيتحرك على الجناح الايمن وعلى الجناح الايسر وبيأدي هو ادوار الجناح في توزيع اللعب او في ارسال برضه، عشان اللي مش متخيل التشكيله قدامنا، علشان اللي مش متخيل وعبد الرحمن بيتكلم يبقى عارف. طبعا انا عارف ان الجمهور الاهلي بيبقى حافظ الاماكن اكتر من اي حد، اكتر من التشكيل يعني، لكن احنا بنحط تشكيل كده عشان الولاد الصغيرين حتى لو مش متخيلين الشكل العام للمنتخب بيبقى عامل ازاي. اتفضل. ولكن كانت المشكله مع منتخب كرواتيا كانت في الشق الهجومي، وكانت مشكله المنتخبين اعتقد في انهاء الهجمات، يعني كراماريتش وبريزيتش وفلاسيتش الثلاثه اللي في هجوم منتخب كرواتيا رغم تحركتهم وديناميكيه الحركه ما بينهم ان هم بيتنقلوا من الجناح الايمن للجناح الايسر وفي نص الملعب وفي نص منطقه الجزاء، لكن كانت المشكله في انهاء الهجمات. في فرص كتير اتعملت وفي كرات عرضيه، لوكا مودريتش عمل كرات عرضيه وفي بريزيتش قدروا ان هم يوصلوا للمرمى، لكن المشكله في انهاء الهجمات. دي كانت نفس المشكله تقريبا مع منتخب المغرب مع يوسف النصيري حقيقي. واعتقد ان هو كان المفروض يبقى عبد حمد الله يبدا بدري شويه او يدخل في المباراه بدري شويه علشان حمد الله بعيد برده، لانه هو خلي بالك حمد الله بقاله فتره طويله جدا بعيد عن المنتخب بعيد عن المباراه، يعني حتى لما نزل وهو بقاله فتره طويله جدا اعتقد سنوات او ثلاث سنين تمام بالظبط. ولكن في اوقات يا كابتن في المباريات انت هو ده الحل الوحيد اللي قدامك، هو ده الحل صح، في حين ان انت قدامك منتخب هو مش شرس عليك هجوميا ومش بي الموضوع كان انا شفت يعني المباراه كانت متوازنه بين المنتخبين، هي اقل المباريات تسديدا على المرمى من الطرفين، كل طرف صوب تصويبتين بس على المرمى. لعب في وسط الملعب عارف اللي هو انت ايه بتاع وقت في وسط الملعب، كان استامنا ماتش عالي. انا شايف مشكله المغرب كانت اكتر من جزء الهجوم في منطقه نص الملعب، ان ثلاثي وسط الملعب ادوارهم شبيهه ببعض قوي يا كابتن، يعني صحيح الثلاثه ادوارهم دفاعيه، انما اللعيب اللي بيحرك الكوره وينقل من نص الملعب للهجوم ما كانش موجود قوي. ما هو انت برده كمدير فني انا بلعب كرواتيا تاني العالم فلازم اامن شويه بالناحيه الدفاعيه، ولكن هو خد الخطوات الجيده بدايه من الشوط الثاني زي ما حضراتكم قلتوا بالظبط. ولكن برده يا كابتن في اوقات يعني في اوقات في سير المباراه وقراءه المدرب للمباراه وهو واقف على الخط، في وقت انا ممكن ان انا اعمل تغيير معين، ابتدي احرك لعيبه وسط الملعب واحرر لعيب من نص الملعب اللي هو يضغط ويتقدم لقدام علشان ان هو ينقل الكره اكتر، واخلي لعيبه الجناح الايمن والجناح الايسر قادرين ان هم عندهم حريه اكتر. شفنا النهارده كان حكيم زياش بيجبر ان هو يدخل تاني لقلب الملعب عشان يحرك الفرقه بالكوره ويستلم الكوره من وسط الملعب وينقل لعيبته. فلو ما في لعيب وسط ملعب قادر ان هو يعمل الادوار دي مش هنشوف حكيم زياش داخل في قلب الملعب وهنشوفه على الطرف على طول قدام اشرف حكيم، والناحيه الثانيه نفس الكلام برضو. طيب حضرتك كنت بتتكلم يا احمد على الخريطه الحراريه لاشرف حكيمي اشرف حكيمي أوكي. وانا ومزراوي وناحي هيوضحوا لنا الركراكي كان عايز يطلع بايه من الماتش فعلا، انا عايز ايه بقى من عايز ايه فعلا. دي الخريطه الحراريه كابتن لاشرف حكيمي، زي ما انت حضرتك شايف هو مركزه الطبيعي الباك رايت بيتحرك فيه زي ما انت حضرتك شايف كده نقطه التمركز الاساسيه دي. ولكن بص حضرتك بعد ما نصير مزراوي طلع في الدقيقه 65 للاصابه واستبدل بيحيى عطيه الله، بدا اشرف حكيمي يدخل في نص الملعب اولا ناحيه الباك ليفت هناك يا كابتن، ناحيه الباك ليفت هناك زي ما حضرتك شايف في ادوار جوه منطقه الجزاء. لو نجيب اللي بعدها بتاعت عز الدين قناحي، يعني بتاعت قناحي مزراوي طبعا دي بتاعت عز الدين قناحي، ده لاعب وسط بيلعب 7 أو 8 يعني مقلوب كده بيرجع للمنطقه ورا، حتى هو ما كانش الركراكي مستهدف ان يبقى يعني لما اتصاب عمران لوزه قبل البطوله يا كابتن اللي هو عنصر بيعرف يحط الكره في رجله ويتحرك بيها ويشوف الملعب ويقابله بوشه بقيت ولما هيلعب بلجيكا وكرواتيا اللي هي خصوم بتتفوق عليه في خط النص وفي المنطقه اللي قدام بقى لازم يلعب باتنين اقوياء جدا، اختياره كان الاتنين هو لسه جايبهم من المنتخب، لسه جايبهم من فرنسا من الاكاديميات الصغيره ومستعد ان هو يراهن عليهم، واتنين بيتميزوا بقوه بدنيه عاليه جدا. ده عز الدين قناحي بيلعب المباراه الدوليه العاشره بس ليه. دي خريطه مزراوي. ممكن نرجع بس القناحي ده باك ليفت عادي كان بيلعب زي ما حضرتك شايف والادوار عاديه لحد ما اتصف في الدقيقه 65. النقطه اللي في نص الملعب دي النقطه اللي اتصف فيها، يعني لما طلع نص الملعب اتعرض للاصابه وطلعت تحت الله. ولكن عز الدين قناحي كان كل وظيفته اللي هو لعيب خط النص ان هو يحمي حكيمي تماما، لانه حكيمي بقى مطلوب منه. حضرتك عارف طبعا ان لو الباك رايت اتصاب او الباك ليفت الاساسي اتصاب اكتر حد بيتضرر بدنيا هو الناحيه الثانيه، الناحيه لان عنده تغطيه عكسيه اولا، لان لو في دور هجومي مطالب ان انا اعمله كباك رايت والباك ليفت مصاب
انا عارف ان ما فيش حد هيرحل معايا، فانا متخيل ان الباك رايت هو بيطلع، ان الباك ليفت مش هيقف، ممكن يطلع معايا فنسبب مشكله. ففي الوقت ده كان حل الركراكي ان عز الدين قناحي وسليم املاح من الناحيه الثانيه بيغطوا تماما حكيمي، بيحموا حكيمي تماما. حكيمي مهما دخل ثنائيات مع كل لعيبه كرواتيا قدام او ورا، المعروف تماما انه اكيد لو في لقطات كانت معانا صور كان ورا خالص، بيرجع خالص قناحي يلعب كانه باك رايت. في اوقات تانية من الماتش بتلاقي قناحي بيغطي كمان المهاجمين، فدخل منطقه الجزاء اكتر من مره، وفي كور كده لو كان هو خد قرار التصويب بجراه ولكن ما خدش قرار التصويب، بالذات في الشوط الثاني في حاله في الدقيقه 68 تقريبا، كان ممكن يتقدم للمغرب. ولكن المعركه البدنيه اللي هيئها وليد الركراكي لعيبه المغرب وحسسهم فعلا ان الفرق هيتعوض بكده، فرق الكواليتي وفرق الامكانيات وفرق التصنيف وفرق الروح ممكن يتعوض بكده، ممكن يتعوض ان انا العب عليك ماتش بدني عالي جدا، امنعك تماما من ان انت على الاقل تصوب عليا او ان انت تقرب من منطقتي. ولما قربوا في الشوط انهيت الشوط الاول من كراماريتش كان ياسين بونو بالمرصاد جاهز. ماتش الباكات ده اعتقد يا احمد كان بيتعامل مع خليوزيتش قبل ما يجي الركراكي، كان بيلعب حكيمي باك ليفت ومزراوي كان هو ده بيلعب بالطريقه العكسيه ان هو يلعبه كجناح عكسي. هي واجبات اساسيه طبعا، هي واجبات اساسيه اقصد يعني، أقصد مش غريبه عليه. لا مش غريبه طبعا، بس بقول لما يعني الموضوع بيكون مكثف جدا لما يبقى عندك فرق امكانيات عالي زي اللي بينك وبين كرواتيا، زي بين المغرب وكرواتيا في فرق امكانيات عالي، بتبقى المهام اللي زي دي يا كابتن هي اللي هي التفاصيل اللي بتكسبك الماتش. اللي صح بالظبط. لو اتكلمنا عن رجل المباراه مودريتش وارقام مودريتش، لانها مودريتش يعني كنا لسه بنتكلم ان هو خد رجل المباراه، على الرغم من ان مثلا هناك اسماء اخرى اكتر على الاقل حققت المطلوب من المباراه، يعني كرواتيا ما حققتش المطلوب من المباراه بالظبط. فلو ارقام مودريتش معانا اتفضل يا عبد الرحمن. ارقام مودريتش لعب 100 دقيقه، لعب المباراه كامله، مرر 75 تمريره صحيحه من اصل 90 تمريره، 83% دقه التمرير، اعتقد شيء معتاد من لوكا مودريتش في السنوات الاخيره ان دقه التمرير بتاعته تكون عاليه. التمريرات البينيه الصحيحه 0 من 3، العرضيات الصحيحه 0 من 1، مراوغاته 8 مراوغات من اصل 11 مراوغه، استخلص الكرة 4 مرات وقطع التمريرات 5 مرات. اعتقد الارقام الدفاعيه لمودريتش كانت افضل من الارقام الهجوميه، رغم ان انا شفته بيتحرك يعني من مشاهدتي المباراه كان بيتحرك بشكل اكبر في الجانب الهجومي، ولكن ده بياكد برضه في ارقامه الدفاعيه على ان كان منتخب كرواتيا الاهم شيء بالنسبه له هو ما يستقبلش اهداف، ما يمنحش منتخب المغرب السيطره الكامله على المباراه، وبعدين يجي الدور الهجومي لمودريتش ويجي الدور الهجومي لبقيه الفريق. ياسين بونو ارقام ياسين بونو وهي برضه إن دلت فهي تدل على ان هو ادى ما عليه على الاقل بالزبط. يعني كان من الممكن ان يكون هو رجل هذه المباراه، واحنا تعودنا الحقيقه معظم المنتخبات العربيه رجل المباراه بيكون فيها حارس المرمى. يعني ارقام بونو 3 تصديات، جت عليه 3 تصويبات تصدى ليهم، تصديات فائقه تصدي واحد، اعترض عرضيتين و22 تمريره صحيحه من 26 ونسبه تمريراته 85%. ياسين بونو اتصدى لاكتر من كوره، وكان في كوره في الشوط الثاني اعتقد كراماريتش في الشوط في 6 ياردة، يعني الكوره عرضيه كانت من مودريتش وفي 6 ياردة لحق قدر ان هو يفرد جسمه بشكل كويس وتصدى للكوره. يعني الكوره دي بس اللي تخليه ياخد رجل المباراه مثلا، يعني طبعا انه انقذ نقطتين للمنتخب المغربي، يعني صحيح على الاقل خرج المنتخب المغرب بنقطه ممكن تساعده بعد كده في بقيه البطوله. طيب هنتكلم فنيا عن المانيا واليابان ولكن بعد هذا الفاصل. ألمانيا وهزيمة قاسية الحقيقة من اليابان بعدما كانوا متقدمين بهدف، ولكن ريمونتادا هل هي غريبة ولا مش غريبة؟ قول لنا. يعني هو هي ضجتها كبيرة جدا يا كابتن، لأن لو استعرضنا الأرقام اللي حصلت بعدها، يعني مثلا دي أول خسارة لألمانيا رسميا من منتخبين آسيويين ورا بعض، أول خسارة لألمانيا في نسخ لمباراتين ورا بعض من 1982، أول هزيمة يعني أول مباراتين في دور المجموعات تهزمهم ألمانيا في مره، في يعني المره اللي فاتت كانت في كوريا الجنوبيه طلعت في 2018 اخر الجوله الثالثه بداتها بهزيمه، ودي اول مره تحصل في تاريخ المانيا على الاطلاق ان مباراتين ورا بعض في دوري المجموعات، فكل دي ارقام بتعبر عن ضجه الهزيمه. ولكن اللي حصل في الشوط الاول ان المانيا دخلت المباراه بقوه شديده جدا، يعني كان الموضوع يبدو انه مرشح لسكور عالي جدا، ولكن عدم استغلال الفرص ومشكله تشكيل المانيا وحضرتك بتتكلم مشكله المانيا هي في المركز اللي قدام في راس الحربه، انه اصابه تيمو فيرنر على الرغم ان هو كان بيضيع كتير كرات مع تشيلسي قبل ما ينتقل لايبزيج الالماني، فحط مشكله كبيره جدا عند هانز فليك في مركز راس الحربه. لحد دلوقتي هو ما لقاش الاجابه، هو اعتمد على كاي هافرتز مع انه عنصر خبره، مع انه بيلعب وينج اصلا، يعني بيلعب وينج بس هو بيعتمد عليه كلاعب رقم 9.
الاختيارات اللي عديكا كلها يوسف موكوكو عنده داخل 17 سنه مكمل 17 سنه، وفولكروج لعيب ملوش خبره دوليه كبيره وان كان لاعب واعد يعني عمره 29 سنه بس هو ما لعبش غير تسعه عنده ايه؟ هوفمان اعتقد هوفمان ما بيلعبش تسعه صريح، هو اعتماده كان على توماس مولر او على كاي هافرتز. فالمشكله تجلت النهارده ان المانيا وصلت للمرمى كتير جدا واحتاجت 1-0 ضربه جزاء من الكاي جوندوجان. تخيلنا ان ومونيات برده الصراحه بسوء حظ كبير جدا ان كان في ثلاث كور في العارضه في الشوط الثاني، ولكن اليابان في الوقت اللي فعلا قررت ان هي تصعد الريتم المانيا ما ابدتش مقاومه كتيره، لانه الكورتين اللي شاطوهم اليابان هي ثاني وثالث فرصه، يعني في فرصه محققه فعلا نوير شالها في الدقيقه 72 74 ديت كانت ثاني فرصه لليابان على طول، هي فرص قويه محققه. فاليابان عرفت تتقدم وعرفت تسير الماتش زي ما هي عايزه. الهدف الثاني بتاع تاكومي اسانو هدف في منتهى الروعه من الاهداف اللي بتتظلم في الاهداف اللي بتتظلم في الماتش، يعني ما فيهوش حركه عجيبه ولكن في كنترول جامد جدا وفي تسديد فيرست تايم في الدقيقه. الكور دي بتبقى يعني اندر ريتد زي ما بيقولوا في المسابقات المجمعه، ولكن اليابان ما كانتش الطرف الافضل في الماتش، عملت ماتش بطولي انها تحافظ في وقت طويل على 1-0. دي اللي كان اهم شيء. ال 2-1 دي زي ما كان يعني مكافاه صمود، يعني مكافاه صمود، واليابان عرفت تطلع بالماتش باكتر من اللي عايزه، ده يفسروا الفرحه الهستيريه لعيبه اليابان بعد الفوز على المانيا. فاعتقد ان الماتش كان ماشي في سكه المانيا للوقت اللي فعلا هم حسوا ان 1-0 كفايه، وهنا كان العقاب اللي الكره بتعاقبه لكل حد بيظن خطا ان ده بيحصل. يعني هو كان عقاب لاشياء اخرى كثيره جدا، ولكن ايضا الحديث واحنا بنتكلم عن هذه المباراه، اليابان الحقيقه برضو زي ما احمد قال قفلت كويس جدا لمده 75 دقيقه، وبعد كده ابتدينا نشوف يابان بشكل متغير. بالظبط يا كابتن، اليابان في الشوط الاولاني ما كانش في افضل حالاته، وكان المنتخب الالماني بسهوله جدا بيوصل للمرمى. مع بدايه الشوط الثاني ابتدى المدير الفني الياباني يعمل تغييرات وابتدى يحرك اللعيبه من وسط الملعب للهجوم. تشكيل اليابان برضو احنا بنتكلم وبدا ان هو يتجرأ اكتر على منتخب المانيا، ولكن كانت مشكله المانيا اتفق مع احمد كانت في مركز المهاجم، واحنا معانا برضو الخرائط الحراريه للثلاثي الهجومي للمنتخب الالماني. كاي هافيرتس اول حاله معانا، كان معانا الخريطه الحراريه ليه، هنشوف ان كاي هافيرتس يا كابتن ما دخلش منطقه الجزاء تقريبا من الخريطه الحراريه بتاعته، لو شفناها مش هنلاقي فيه اي حركه ليه تذكر داخل المنطقه الا حاجات بسيطه. بالظبط توماس مولر كان مطلوب منه ان هو يرجع دايما يدافع، وسيرجي جنابري على طول مع فقدان الكره بيرجعوا يدافعوا ويرجعوا يغطوا على لعيبه وسط الملعب، لان دايما كان اعتماد منتخب المانيا. دي معانا الخريطه الحراريه لتوماس مولر، لو تبص يا كابتن مفيش في منطقه الجزاء تقريبا غير دخوله من على الجنب اليمين لمنطقه الجزاء اللي هي هنا تحت هنا. انت تحس ان مولر ما كانش بيلعب لانه اغلب تحركاته كابتن في وسط الملعب. هنا جنابري قدام نص الملعب بالظبط، يعني اكتر مكان اتحرك فيه جنب نص الملعب كانه هو لعيب هوف مش لعيب جناح. ده لا مش دي الاظهره الظاهرين اليمين واليسار في خريطه ثانيه. لا دي لسه شايفينها لسه دي. دول الاظهره ده جندوجان ده ولا مين؟ ده جنابري. ده جنابري اوكي. جندوجان وعندنا جندوجان وكيميتش اعتقد. دي برضو لا دي لسه دي الظهرين الجنب كان تحركهم ان هو دايما اعتماده في الشكل، بس برضو ده مش تحركات ظهراء جنب، لان سولي ده كابتن مش ظهير اصلا. سولي ده بقلب دفاع، وده اتكلمنا عنه على مشكله القلب دفاع الاسبوع اللي فات. هو كان بيعتمد عليها كابتن، هو الكوره مع كيميتش او جندوجان بيستغل ان هو لعيبه المنتخب اليابان مركزين في قلب الملعب ومركزين مع الثلاثي الهجومي سواء كاي هافيرتس. مفيش تقريبا وجود خالص يا كابتن في منطقه الجزاء، هو لا وجود له في المباراه وسط الملعب مفيش. هو بيعتمد على ان هو في مدوره ما بين ثلاثي الهجوم سواء توماس مولر او سيرجي جنابري وكاي هافيرتس، ولكن كان لابد ان دايما في كل الهجمات تلاقي لعيب في قلب الملعب، ده ما كانش بيحصل في منطقه الجزاء. نعم ده طبعا سببه غياب تيمو فيرنر، ورغم ان هو كان بيضيع كتير فعلا، ولكن كان محتاج ان هو لعيب مهاجم صريح، واعتمد في طريقته الهجوميه على تحركات جوشوا كيميتش والكاي جوندوجان ان هم دايما بيزيدوا ودايما هم اللي بيحركوا الفرقه. فلما نشوف في الخرائط الحراريه بتاعت ظاهرين الجنب ليه هم تحركاتهم عاليه كده، لان هو بيعتمد على امتلاك الكوره للثنائي وسط الملعب وحركه ظاهرين الجنب خلف دفاعات اليابان، ان هو بيبدا ان هو دفاع اليابان بينكمش في قلب الملعب عشان يقفل المساحات على هجوم المانيا سواء جمال موسيالا او مولر او جنابري وكاي هافيرتز، فبيضطر ان هو ينكمش يبقى في مساحات خلف ظهرين الجنب يقدر من خلالها ان هو ديفيد روم او سولي ان هم يتحركوا ويدخلوا جوه منطقه الجزاء ويعملوا خطوره على دفاعات اليابان. طيب
عايز تقول ايه تاني؟ دفاع المنتخب الالماني هو سبب المشكله الكبيره النهارده. يعني في السنوات الاخيره المنتخب الالماني بيدافع في اخر كام سنه بشكل سيء جدا، رغم ان قبل كده هو المشكله في مشكله مشتركه هو بطء قلوب الدفاع، سواء قبل كده مع هوملز او مع جيروم بواتين كانوا لعيبه وطيئه، لعيبه ما عندهاش امكانيه السرعه والحركه بسرعه، لكن بيقدروا يقروا اللعب وبيقدروا يقروا الهجمات. لما ابتدى ده يقل وجوده المدافعين تقل، يعني انطونيو روديجير في رايي الشخصي هو مدافع لا يستحق انه يكون في ريال مدريد اصلا، مدافع اقل من العادي. انا بتفق معاك جدا في الموضوع ده، وبرهان الارقام كمان المانيا بتستقبل لاول مره في تاريخها في 10 ماتشات متتاليه اهداف. لاول مره في تاريخها، اقصد في المسابقات الكبرى، اول مره في تاريخها المانيا تعمل 10 ما فيش كلين شيت، 10 ماتشات ما فيهمش ولا كلين شيت. اوكي، مساله الدفاع في المانيا فعلا هايلايت جامده جدا. عندنا صور حالات من المباراه للاخطاء الدفاعيه للاعيبه المانيا لو نقدر نجيبها في الصور بتاعت الاخطاء يا شباب لو سمحتوا اتفضل. بنشوف او في حالات من لعيبه منتخب اليابان مع امتلاكهم الكوره في وسط الملعب وتحركات اللعيبه خلف دفاعات المانيا، دايما في كان في مشكله ان دايما في الرقابه الفرديه بين انطونيو روديجير او شلوتربيرج مع لعيبه منتخب اليابان، والرقابه ومع انطلاقات الظهرين الجنب يا كابتن كانت بتسبب مشاكل، لان سولي او ديفيد روم مش لعيبه سريعه برضو. يعني سولي حتى هو مدافع بنيه جسديه قويه، الكره دي يا كابتن هي في بدايتها لعيب منتخب اليابان داخل من قلب الملعب وبيتحرك، حضرتك تشوف في كام لعيب فاضي جوه منطقه الجزاء، في لعيب ورا الباك رايت هناك، في لعيب على ال 18، عمرنا ما كنا بنشوف المانيا كده، وفي لعيب سابق المدافع، يعني هو صحيح. لو الكره راحت له المدافع يا اما هيضربه ياخد بينالتي يا اما يسيبه ويحط جول. في كور ثانيه، في برضه هجمات ثانيه بتبين الاخطاء طبعًا. دي طبعًا. لا في الصوره قبل دي بدايه الهجمه دي تمام، اللي هو اللعيب بيلعب، في لعيب بيلعب الكره الاوفر من ورا المدافعين من وسط الملعب. احكيها لنا برضو لغايه لما جابوا لنا الكره اللي في الاخر لا دي برضو كره عرضيه ثانيه احنا برضو نتكلم عليها، واللي كره عرضيه حضرتك تشوف في لعيب على منطقه ال 18 على الدايره بتاعه 18، في لعيب ورا الباك ليفت فاضي وفي اثنين لعيبه موجودين. انت هنا بتقصد ان عدد المهاجمين اليابانيين اكتر من عدد المدافعين؟ مش اكتر، بس تمركز لعيبه المنتخب المانيا سيء. سيء يعني اللي جنب الحكم ده على فكره توماس مولر. ياه. اللي جوه المنطقه اعتقد اللي هو في الاول ده جنابري. لو جنابري بيرجع فانت بتجبر اللعيبه المهاجمه ان هي تقدر ان هي ترجع تاني لاخر الملعب عشان تدافع، بس التمركز سيء. يعني الكره دي لو مع منتخب اسبانيا الكره دي جون 100%. لو مع منتخب زي منتخب اسبانيا الكره دي جون 100%. في كره تانية برضو مرتبطه بشغل منتخب اسبانيا عمله النهارده، يعني الهجمه التانية اللي بتكلم عليها لعيب منتخب اليابان بيمتلك الكره في وسط الملعب وعمل اسكان وبص شاف زمايله فين ولعب الكوره ظهر في ظهر مدافعين المانيا، محدش اعترض. طيب الحقيقه برضو يعني الكيان جوندوجان لعب 73 دقيقه، احرز هدف، خمس محاولتين من خمس محاولات صحيحه، تمريرات ايضا بنسبه 96%، 65 من 68، استخلص ثلاث مرات وقطع الكره اربع مرات. الحقيقه اليابان فريق رائع جدا وجيد جدا ويستحق الحقيقه كل او ثلاثه نقاط. والمباراه القادمه اعتقد المانيا واسبانيا هتبقى مباراه هنبقى نتكلم عنها بقى في وقتها. خلينا بقى نروح للمباراه اللي بعد كده، وفوز اعتقد فوز تاريخي اسبانيا وكوستاريكا، واحده من اكبر النتائج في تاريخ المونديال وفي تاريخ ادوار المجموعات، ثاني اكبر نتيجه في تاريخ دور المجموعات بعد ماتش المجر والسلفادور سنة 54 10-1 10-1 فرق 9 صح فرق 9 فرق 9 نسمع حاجات غريبة ماشي. الماتش كان يعني أكتر من وان سايد، يعني لو في كلمة بعد وان سايد جيم نقولها يبقى أكتر من وان سايد جيم. الشكل اللي عمله منتخب أسبانيا بيعبر عن يعني قصة الاستقرار اللي لويس انريكي بادئ فيها كابتن في السنوات الاخيره. عجبني نقطتين، ان لويس انريكي تقريبا بادئ باربعه اربعه في خط النص، واحد منهم اللي هو رودري بادئ كانه قلب دفاع، بادئ متاخر جدا انه قلب دفاع، ولكن هو ضامن ان الكره وهي بتطلع من قلب الدفاع طالعه بمنتاليتي خط النص حقيقي. يعني طالعه صح جدا، بتضرب خطوط جدا، وغير ان عنده عنصرين هو بيستخدمه احسن من اللي طلعوهم اللي هم جافي وبيدري، احسن من برشلونه، يعني بيستخدمهم احسن من برشلونه واحسن ما بيلعبوا في برشلونه. صحيح. اللي بيحصل مع بوسكيتس واللي بيحصل مع جافي واللي بيحصل مع بيدري هو اللي مفتقده مثلا برشلونه مع تشافي هرنانديز، ان اللعبه دي بتترك من غير حمايه،
كل واحد من دول عنده جانب قوي جدا وجانب نص نص وجانب عادي زي اي لعيب كوره. اللي بيحصل ان انريكي بيحمي كل الناس دي ببعضيها. يعني بوسكيتس اللي عنده مشكله ان لو ما بيدخل صراعات بدنيه ما عادش قادر دلوقتي، هو عنده دلوقتي لعيب عنده 17 سنه ووظيفته يجري حواليه، يجري حواليه كده، ولما بياخد الكوره بيعرف يجري بيها ال 20 وال 25 متر بتوع ال 17 سنه. صحيح. بيدري اللي هيجمع من كل دول وهيعرف يعدي واحد واثنين وثلاثه. احنا بنشوف جافي في الدقيقه قرب ال 90 في حاجه و80 بيطلع لحد لحد منطقه ال 18 وبيحط بوش رجله جون على الطاير رائع. جافي جاب جون وعمل اسيست. جافي بقى اصغر لعيب بيمثل اسبانيا في تاريخ المسابقات الكرويه بشكل عام. عدى داني اولمو اللي هو لعب النهارده وجاب جون برده ممتاز جدا افتتح بيه المباراه. كوستاريكا يعني احبط يعني ما احبطتش الموضوع، هل هو خصم فعلا يستحق ان احنا نعتبر ان الفوز اسبانيا عليه فوز تاريخي وما الى ذلك، ولا كان الفرق فرق القوه والضعف كبير جدا؟ عجبني نقطه الاعتماد على فيران توريس رغم المشاكل اللي بيواجهها في برشلونه. يعني هو انريكي بيفصل تماما بين اللعيب وعطائه في النادي، غير لما بيجي عندي بعرف قناعات معينه، بعمل معسكر كامل بعمل معسكر كامل وبعرف احقق بيه الموضوع. يعني لما انتقدوا انه بياخد لعيبه كتير من برشلونه واصيب خوسيه لويس جايا قبل البطوله، استدعى برضو اليخاندرو بالدي في الباك ليفت وعمل اداء ممتاز جدا. نيك ويليامز اللي لسه جاي معاه من ما فيش برضو دخل في المنظومه، ولما نزل في الشوط الثاني عمل قلق كتير جدا في دفاعات كوستاريكا. اعتقد منتخب اسبانيا عبر عن نفسه كواحد من اقوى الفرق المرشحه للبطوله، وان كانت معدلات الاعمار صغيره جدا، ولكن منتخب اسبانيا مرشح فوق العاده للقب. يعني اسبانيا مرشح فوق العاده. ماشي، خلينا بقى ننتقل بعد ما شفنا او بعد ما احنا بنشوف احصائيات هذه المباراه، خلينا ننتقل الى المباراه الاخيره يا عبد الرحمن، وهي مباراه بلجيكا وكندا، وفوز المنتخب البلجيكي على المنتخب الكندي بهدف مقابل لا شيء. يعني لما انا ما اتفرجتش على المباراه، ولكن عشان كنا على الهوا، كل الكلام اللي قريته عن هذه المباراه بيقول ان كندا منتخب قوي جدا جدا جدا، وبلجيكا كسبت من كتر ما كندا ضيعت. منتخب بلجيكا كسب يا كابتن النهارده المباراه لخبره الجيل ده. الجيل ده حقق مركز ثالث في كاس العالم 2018، هو نفس الجيل تقريبا، ولكن المنتخب الكندي الجيل ده كله بيشارك لاول مره في كاس العالم. صحيح، بيحضروا اللي جاي بالظبط، فالخبره هي اللي حسمت. انما المنتخب الكندي من اول المباراه هو بيضغط بشراسه كبيره جدا، اي لعيب في وسط الملعب بالذات بيستلم الكره بيلاقي ثلاث واربع لعيبه بيضغطوا عليه من منتخب كندا، سرعات على الجنبين، والفونسو ديفيز سرعاته قدر ان هو يخلق خطوره، وصل تقريبا في الدقيقه 70 او حاجه كان وصل ان منتخب كندا عامل 20 فرصه. صحيح 20 فرصه، بس ما فيش منهم ولا فرصه هددت المرمى. يمكن ما فيش تسديده على المرمى غير ضربه الجزاء اللي تصدى لها تيبو كورتوا. نعم، فمع تغييرات روبرتو مارتينيز ابتدى منتخب بلجيكا شويه يمسك المباراه، وابتدى كيفن دي بروين يلاقي مساعده، لان دي بروين النهارده كان حاسس ان هو بيلعب لوحده. يعني هو بيستلم الكره في نص الملعب مش لاقي حل، يعني كيفن دي بروين مش لاقي حل ان هو لعيب يقدر يبصيله او لعيب يقدر يتحرك مع مستوى ايدن هازارد المتدني اللي لسه بيقدم مستويات ضعيفه جدا، رغم ان هو لعيب من افضل اللعيبه في العالم، ولكن الاصابات دمرته. وفي يانيك كراسكو برده ما كانش بيقدم المستوى الكويس المطالب منه، ولكن مع وجود كيفن دي بروين وابتدت المسانده ليه من لعيبه وسط الملعب، وابتدى لعيب اندري اونانا نزل، لعيب صغير نزل في وسط الملعب حرك الدنيا مع كيفن دي بروين شويه، وبقت الحلول اكتر لمنتخب بلجيكا. عموما مباراه بلجيكا وكندا يعني كانت مباراه جيده في النهايه، اربع مباريات النهارده. طيب سويسرا والكاميرون مباراه ينتظرها كل الافارقه. طبعا يا كابتن، بس خلينا نعدي الرقم كده، قلته ورجعته في دماغي طلع فيه مش مظبوط. هو تالت اكتر هزيمه في دور المجموعات، اللي هي هزيمه اسبانيا وكوستاريكا 7-0، لان في هزيمه بين المجر والسلفادور اللي بعدها السعوديه والمانيا 2002 8-0. 8-0 صحيح. فدي تالت اكبر هزيمه في دور المجموعات. بالنسبه لماتش سويسرا والكاميرون، سويسرا عنده جيل متطور جدا يا كابتن، ماسك الخبره بقى وعامل منتخب ممتاز مع مرات ياكين. الكاميرون مع ريجوبير سونج خصم صعب المسائل على نفسه بالتصريحات الكتيره اللي قالها صامويل ايتو. سويسرا بيعتمد على جيل ممتاز جدا زي ما بقول لحضرتك، بقياده شاكا وشيردان شاكيري وعناصر تانية مميزه كتير. اعتقد ان الماتش دوت سويسرا مرشحه اكتر انها تفوز، ولكن الاجواء بتاعت ان كل طرف اضعف بقى عنده حظوظ كتيره
خصوصا المفاجآت مخليه الموضوع خصوصا صعب، ان في عامل مهم ان الماتش دوت ماتش الظهر ده بقى فيه مشاكل للفرق الاوروبيه والفرق اللاتينيه. الاجواء درجه الحراره بتبقى في حدود من 29 ل 32 تقريبا، اجواء مع الشمس مع درجه الرطوبه مش متعودين عليها لسه. صحيح. وعشان كده نلاقي كل الفرق الاوروبيه المغرب وكرواتيا تلعب الظهر، الارجنتين والسعوديه تلعب الظهر، الفروقات دي بتحسس الاوروبي واللاتيني انه ما يقدرش يكمل 90 دقيقه كتير، حتى لو تفوق بدنيا جامد في اول الماتش بيجي في الدقيقه 60 65 شكرا، بيبقى لاول مره الفرق العربيه والفرق الافريقيه والفرق الاسيويه اللي متعوده على الاجواء دي عندها مشاكل، عندها قصدي يعني حظوظ اكبر من الاوروبي واللاتيني في الوقت ده. فاعتقد دي النقطه اللي ممكن تصعب الماتش على سويسرا. بس تمام. طيب هل ممكن واحنا بنتكلم عبد الرحمن عن المنتخب الكاميروني نقول ان تصريحاته قد يكون فيها حماسه اكبر؟ تصريحات طبعا سامو إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني اللي كان اللي بيقول احنا هناخد كاس العالم، يعني هل من الممكن ان التصريحات دي تكون على سبيل الحماس؟ هو سامو إيتو احنا اعتدنا منه حتى في امم افريقيا اللي فاتت ان هو بيعتمد اكتر على التحميس، ان هو يخلي اللعيبه في افضل حاله ذهنيه ويخلي الحماس عندهم عالي علشان يدوب اي فارق فنيه او فارق بدنيه بينهم وبين اي منتخب. نعم. منتخب الكاميرون منتخب بدنيا قوي وعنده لعيبه كتير مميزه على المستوى الفني، ولكن في فوارق بينه وبين منتخب سويسرا في فوارق فنيه. منتخب سويسرا شفناه في اليورو الاخير كان من افضل المنتخبات المنظمه وقدر ان هو ينظم نفسه كويس جدا في الشكل الدفاعي ويعتمد على بيلعب على هجمات مرتده سريعه، قدر من خلالها ان هو يقصي منتخب فرنسا في مفاجاه من مفاجات اليورو ان هو عمل 120 دقيقه قدام منتخب فرنسا بالقوه البدنيه لعيبه منتخب فرنسا وبمبابي وبوجبا وكانتي وكل اللعيبه، قدر ان هو يعمل معاهم 120 دقيقه قويه جدا بل ان هو اقصاهم من البطوله. فخبره لعيبه منتخب سويسرا في البطولات المجمعه وكمان الاداء القوي اللي بيقدموه ده هيخلي ليهم افضليه على منتخب الكاميرون. ولكن انا متفق مع احمد طبعا في موضوع ان المباراه هتتلعب 12 الظهر ده بيدي افضليه لمنتخب الكاميرون لان المنتخبات الافريقيه معتاده على الطقس الحار ومعتاده على الاجواء دي ومعتادين على الرطوبه العاليه. بس هل الفوارق الفنيه هتغلب على الفوارق الجويه؟ اعتقد هيكون الموضوع صعب للمنتخب الكاميرون ان هو يقدر يكسب المباراه، خصوصا مع ان منتخب سويسرا هيبقى عنده حماس اكبر ان هو ياخد 3 نقط من المباراه ويبدا رحلته في التاهل لدور 16، وعنده حذر اكبر كمان الحقيقه للمنتخب السويسري بعد المفاجآت دي. اعتقد المنتخبات بالزبط. الكبيره في اللي بتلعب منتخبات اقل منها في التصنيف دلوقتي بتبقى واخده بالها كويس جدا من هذا الامر عموما. طيب المباراه القادمه اوروجواي وكوريا الجنوبيه. منتخب اوروجواي انا طبعا المباراه الساعه 3. منتخب اوروجواي انا منتخب برشح ان هو يروح بعيد في البطوله دي لاسباب كتيره، منها ان الجيل ده دلوقتي يا كابتن بيلعب مع بعضيه رابع مونديال، الجيل ده كتير منه بيلعبوا 4 مونديالات، ده المونديال الرابع. الجيل ده يعني زي ما بيقولوا شمسه 16 سنه يعني بقى لهم، لا لعبوا 10 14 18 22، الجيل اللي هو خد 12. مع 16 سنه 12 سنه 12 سنه 12 سنه 3 ب 12. الجيل ده اللي اتشكل مع اوسكار تباريز بدايه، لا اوسكار تباريز كان ماسك كل المنتخبات الاوروجوانيه كان ماسكها تباريز من اول المنتخب الاولمبي، خد المنتخب ده من هم في 2004 عشان يراهن بيهم انه يلعبوا كوبا امريكا 2010 2011. بالفعل عرف يحقق كوبا امريكا معاهم في 2011. الجيل ده كان اوله سواريز واوله كافاني واوله دي اراسكايتا واوله ديجو جودين، الناس دي بتخلص دلوقتي كوره، فمدعومين بقى بعناصر كتيره صغيره زي فيدريكو فالفيردي زي فيتسينو مارتن كازرس مع الجيل القديم، مدعومين باسماء زي داروين نونييز، زي اسماء كتيره جدا اعتقد ان مخليها اوروجواي داخله المونديال دوت وكل شيء مهيئ تماما انها تعمل ماتشات كبيره. المجموعه دي بشكل عام مجموعه معقده جدا، اوروجواي طلعت البرتغال كاس العالم اللي فات، غانا طلعت البرتغال 2014، كوريا الجنوبيه طلعت البرتغال 2002. البرتغال عندها مشكله بالذات دلوقتي مع يعني مع اللي حصل مع رونالدو يوم امس فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بشكل رسمي. كل ده هيخلي ماتش اوروجواي يعني اوروجواي يعني عايزه تاخد فعلا الست نقاط بره البرتغال، تاخد الست نقاط من غانا ومن، وطبعا اهم صقر في المجموعه دي صقر غانا واوروجواي بسبب لويس سواريز الكره اللي بالايد الشهيره. فالمجموعه معقده جدا 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 ومركبه. سواريز بيلعب حاليا من غير نادي، سواريز داخل البطوله من غير نادي تماما، منتظر ان هو يعمل خطوه في الخليج، بس عندهم نجم فوق العاده زي فيدريكو فالفيردي، واحد من اهم اللاعبين في العالم دلوقتي، مش لاعبي الوسط ولا اللاعبين الواعدين، هو واحد من افضل اللاعبين في العالم. فاعتقد منتخب اوروجواي جاهز ان هو يقدم ماتشات كبيره. منتخب كوريا منتخب مش سهل برضو، ما عنده عناصر زي سون هيونج مين وزي كانج إن، خلص على كابتن إيهاب جلال. منتخب كوريا عنده عناصر ممتازه جدا جدا، عندها سرعات عاليه جدا يا كابتن، عندهم اداء بدني عالي جدا، اعتقد قادرين ان هم يرهقوا الاوروجواي، ولكن انا متخيل الاوروجواي قادره ان هي تحقق نقاط الثلاثه من الماتش. البرتغال وغانا،
مباراه البرتغال وغانا الساعه 6 طبعا. الساعه 6 في افضليه للمنتخب البرتغال للاسماء واللعيبه الموجوده وفرق الجوده تاني طبعا. ثاني لاعب من غير نادي يعني من غير نادي، ولكن تصريحات لعيبه المنتخب البرتغال في في الايام اللي فاتت كلها بتقول ان احنا بيحاولوا يداروا على ان في مشكله. يعني هو واضح ليه بيداروا، ما هم بيقولوا كده. هو مشكله داخل المنتخب. يعني هو كريستيانو رونالدو قال مفيش مشكله، برونو خرج برناردو سيلفا قال مفيش مشكله واحنا ما شفناش حاجه، ورونالدو بيهزر مع برونو وكل حاجه، ولكن الشكل والفيديو اللي شفناه ما يقولش ان في ان دي طريقه هزار بين اثنين لعيبه. الصحفيين انتوا كده، انتوا دايما لا لا يا هو الفيديو تشوفه. يعني لما تشوف اثنين لعيبه ولعيب خرج التقارير بعد حوار كريستيانو رونالدو مع بيرس مورجان ان لعيبه مانشستر يونايتد غضبانه منه ومتضايقه من الكلام اللي هو قاله، فبعدها على طول نشوف الفيديو بين رونالدو وبين برونو فرنانديز، تاني يوم نشوف رونالدو وجواو كانسيلو، رونالدو بيسلم على كانسيلو وبيشد من ازمه، كانسيلو تقريبا زقه، يعني هو ما زقوش او اللي هو ايه ساكت ما بيردش عليه وما بيدوش اي رد فعل. ده عكس اللي كان بيحصل قبل كده مع منتخب البرتغال ومع كريستيانو رونالدو بالذات، لان كريستيانو كان بيتعامل مع اللعيبه دي ان هو القائد وهو اللامم اللعيبه حواليه ومحتضنهم وما زال طبعا، ولكن هو الفكره دلوقتي ان لازم رونالدو واللعيبه يبداوا يتخطوا فكره مانشستر يونايتد ويبتدوا يتعاملوا او يتسامحوا مع رونالدو في فكره ان هو الحوار. رونالدو خلال التصفيات طبعا اتفضل. فكريستيانو رونالدو واحد من اهم اللعيبه في تاريخ كره القدم، ولكن انا شايف بشكل شخصي الحوار اللي حصل مع بيرس مورجان وتوقيت اجراء الحوار او توقيت نشر الحوار كان خاطئ. يعني ده مش وقت ان انت تبتدي تتكلم عن النادي وانت بتلعب اخر كاس عالم ليك. هو عمل اللي هو عايزه تمام، هو عايز يمشي وهو حديدي، هو رجل حديدي، هو قال كده انا رجل لابس مضاد للرصاص، مضاد للرصاص، مضاد للرصاص، وبالتالي انا ما بتفرقش معايا كل هذه الامور، وبالتالي هو عارف كويس جدا ان هم يطلع يقول الكلام ده ان هناك اعصار كبير جدا. اللي انا عرفته بقى لما قريت بعض التقارير في بعض الجرايد في انجلترا اتكلموا عن ان هناك كان هناك اختلاف كبير جدا عن خروج كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد في شهر يناير، ولكن لان هو عشان يجبرهم ان هم يمشوه بدون ما يكون عليه فلوس او هم يعملوا ياخدوا منه حاجه عمل الحوار ده، وبالتالي هو مخطط لهذه الطريقه. وهو ما عملش كده يا كابتن الا لما بدا ان هو خلاص انا في نادي تقريبا هو اتم الاتفاق مع نيوكاسل تقريبا وغالبا نيوكاسل اتم الاتفاق مع النادي وخلاص وظبط اموره كلها، لان هو في الصيف اللي فات رونالدو كان متاح تقريبا ما فيش نادي في العالم قبله، ما فيش نادي وافق ان هو يدفع الراتب الخاص بكريستيانو رونالدو. كمان ان انت عندك لعيب عنده 38 سنه وعايز يشارك بشكل اساسي طول الوقت وعايز الفرقه كلها تشتغل عليه علشان هو يبقى الهداف، هو الجول ماشين بتاعه الفرقه، فمع لعيب عنده 38 سنه ماشي كويس. اما نشوف نيوكاسل هيعمل معاه ايه بعد هذه البطوله. ففرصه منتخب البرتغال في ان كريستيانو رونالدو يقدر ان هو يلم الفرقه من حواليه من تاني ويخلي اللعيبه خصوصا لعيبه مانشستر يونايتد يتسامحوا مع اللي حصل وينسوا الموضوع، يبتدوا يتعاملوا خلاص احنا في منتخب البرتغال ودي اخر كاس عالم ليك. اوكي انا بتكلم في نقطه ان هو ليه ده التوقيت غلط، لان ده اخر كاس عالم ليك. يعني تشوف ميسي على الناحيه الثانيه، ميسي مأجل كل شيء، تجديد مع باريس سان جيرمان لا مش هتكلم دلوقتي، انتر ميامي لا مش هتكلم دلوقتي، الرجوع لبرشلونه لا مش هتكلم دلوقتي، اي حاجه بعد كاس العالم رغم ان ميسي عقده هيخلص. طب ما هو كريستيانو قال لك بعد كاس العالم برضه مأجل كل هو طبيعي كريستيانو كابتن هو كريستيانو ريسكي عن ميسي، يعني كريستيانو كشخص ريسكي جدا عن ميسي، لانه طبيعه النشاه كمان اختلفت، يعني مختلفه في الاثنين. بتكلم عن النشاه الكرويه، يعني انه لعيب طالع من اكاديميه صغيره زي سبورتنج لشبونه، صغيره مش صغيره بالنسبه للكاتيجوري ايه في اوروبا، يعني الليفل ايه في اوروبا، سبورتنج لشبونه نادي متوسط، فعلى طول من هو صغير بيفكر في تنقلات، بيفكر اخد خطوه فين، مانشستر يونايتد وارسنال بيتخانقوا عليه وعنده 17 سنه فهاخد اروح مانشستر يونايتد، ريال مدريد وهو واخد دوري ابطال اوروبا بيعلن للجمهور انه ماشي ورايح يوفنتوس، يوفنتوس الموسم بيبدا بيروح مانشستر يونايتد بعد ما كان رايح يمضي في مانشستر سيتي، فهي طبيعه رونالدو انه ريسكي. واللي بيحصل ده يا كابتن انا واحد يعني ازعم ان انا متتبع لمسيره كريستيانو رونالدو بره الملعب بشكل دقيق، رونالدو بيعمل حاجه من بيصعد الضغط على نفسه لاقصى درجه. صحيح. دي الطريقه اللي بيدخل هو نفسه فيها في المود، ان كل الناس تقول لي انا مش قادر، انت مش قادر، انت هتبطل، انت كذا، الدرجه دي هي اللي بتخلي رونالدو ينفجر فعلا. وانا انا مش ما بقولش ان ده توقع فني، ولكن انا بقول رونالدو عاوز ايه فعلا من كاس العالم. رونالدو عايز يدخل كاس العالم ظهره للحيطه، ما فيش يعني داخل، هي دي اخر حاجه ليه، اخر حاجه عنده. وده لما درجه الايجو دي عند لعيب لما بتوصل بتعمل حاجه من اتنين في الفرق اللي هو فيها، يا اما الفرقه دي بتتدمر تماما
ياما الفرقه دي بتعمل بطولات وبتعمل مستويات كل حاجه غير مسبوقه. صحيح. علشان النجم ده، علشان يبطل النجم ده، عشان النجم ده يطلع في المشهد ان هو انا خدمته، او انا التاريخ يذكر ان الجيل ده هو اللي خلى رونالدو، زي ما الجيل ده بالظبط مثلا بتاع الارجنتين كتب له في تاريخه انه خلى ميسي خد كوبا امريكا. صحيح. في البطوله اللي فاتت. الدرجه دي يا كابتن من النجوميه ومن الايجو اللي بالذات عن شخص زي رونالدو، هو دلوقتي انا متخيل حتى ان مساله النادي هو مش بيفكر فيها اصلا. لا لا لا، هو ما بيفكرش، هو عايز يصعد الضغوطات على الاقل. في اخر المؤتمر ان هو لو خد كاس عالم انا هعتزل، انا ما عنديش مشكله. يعني هو بالنسبه له، انا بقول لك ان هو كان هو عايز يمشي من مانشستر يونايتد وهم عايزين يدفعوا فلوس، مش تبقى الموضوع يعني في ايوه في 16 مليون كانوا متفقين عليهم كبند بتاع شرط جزائي، هو عايز ياخدهم وده مش بس خد عقده على فكره، هو كان شرط بند ان مهما حصل اي خلاف بيني وبينكم العقد العقد بتاع اخر سنه معايا. بالظبط كده. ان كل الكلام اللي قاله على مانشستر يونايتد صحيح 100%، كل اللي قاله على اللي بيحصل في الاداره صحيح 100%، وقالوا كل اللعيبه من قبله. عشان كده ايه الموضوع؟ المشكله بمنتهى البساطه انا بعتبر رونالدو مؤسسه، المؤسستين رونالدو ومانشستر يونايتد قعدوا مع بعض لا واتفقوا على ايه. انت لو فجاه تلاقي الموضوع خلص واتفاق بالتراضي، بس انت ما تتكلمش وانا مش هتكلم خلاص. هو بصراحه يعني رونالدو والجليزرز النهارده في تقارير ان العائله المالكه خلاص هتعرض النادي للبيع. لا ده مؤكد، مش عايزين النادي تاني، مش يعني خلاص. عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الموضوع ده خلال الفتره اللي جايه، البرتغال وغانا مين يكسب. اخر مباراه الاول نتكلم عنها البرازيل وصربيا. البرازيل وصربيا مع في واحد تاني برضو بيستعد للرحيل اللي هو ليوناردو باتشي تيتي، غالبا بينهي مسيرته التدريبيه على وجه الاطلاق يعني، وبالاكيد ان هو هينهيها مع البرازيل خلاص، دي اخر بطوله ليه، وفي ناس بترشح بيب جوارديولا يمسك البرازيل بعديه يعني. مطالبه فعلا اختيار مجنون يعني. بس الجيل اللي تيتي عرف يخلي بيه البرازيل منتخب جاد ده بيصطدم دلوقتي باخر بطوله لتيتي. الجيل ده بيتميز عن كل اجيال البرازيل عبر التاريخ انه جيل جد جدا. صحيح. وده عمره ما كان في البرازيل، حتى في اقوى الفترات التاريخيه للبرازيل بتلاقيهم مكونين من نجوم زي دينيلسون وزي رونالدينيو، اللي هي اللعيبه اللي بتقعد اربع خمس سنين في البيك بتاعها وبعد كده بينزل مستواها. الجيل ده بتتكلم دلوقتي في نيمار الموسم السابع او الثامن، هو واحد من افضل اللاعبين في العالم بغض النظر عن اي مؤاخذات ثانيه لجديته، ولكن هو المؤكد انه بينزل الموسم بيجيب 20 جون وبيعمل 20 اسيست وبيعمل ماشي في نفس السياق الرقمي سواء مع برشلونه او مع البي اس جي. اخترت اختيارات طبعا لانه لما تبقى عندك قماشه زي 250 300 لعيب كلهم كلاس A فتختار منهم 25 او 26 لعيب، فغالبا الاختيارات بتاعتك اكيد هيبقى فيها مفاجات. مفاجاه فيرمينو دي كانت مفاجاه بالنسبه لي، وانا ما يعني حاسس ان الريسك ده ريسك كبير ان انت على الاقل تدخل خط الهجوم، تدخل بطوله كاس عالم وانت عندك عنصر غير انه اساسي وغير انه خبير، انت قررت ان انت تلغي البروفايل بتاعه من الفرقه. ده الوحيد اللي يعني فيرمينو هو الوحيد اللي فيرمينو في البرازيل، انما انت عندك مارتينيلي وعندك جابريل جيسوس في منهم بدايل كتير يعني. يعني لو بتتكلم على مستوى الاظهره عندك انتوني هو رافينيا وان كان ممكن الكواليتي او الخبره الدوليه تساعد رافينيا شويه، نيمار هو فينيسيوس جونيور، مارتينيلي هو جابريل جيسوس، ولكن احتفظ بعنصر واحد لنفسك يكون مختلف بتاع اللي هو فعلا لما الخصوم يدرسوك صح او الخصوم يقرروا يعملوا خطه يقفلوك ده يبقى حل. وده اللي بيعمله يورجن كلوب السنه دي مع فيرمينو على الرغم ان هو مش عنصر اساسي في ليفربول في اوقات كتيره، ولكن ارقامه في منتهى القوه، جايب 6 جوان وعامل 9 اسيست، هو مش دايما عنصر اساسي يعني، هو كان بقى عنصر اساسي في الفتره اللي داروين نونيز اتوقف فيها وديجو جوتا كان عنده مشاكل بدنيه، ولكن انا كنت مع ان خطوه فيرمينو دي يعني غريبه جدا ريسكي جدا. عنده بقى اسماء حدث ولا حرج في خط النص كمان، عنده يعني فابينيو وعنده كازيميرو وعنده عناصر خبيره. المشكله الكبرى عندي في قلبين الدفاع مش علشان الكواليتي بتاعت تياجو سيلفا وماركينيوس وحشه، ولكن سن لانه السن ولانه هو مجبر عليهم يعني، برضه بقوا مركز ثقل في الفرقه. لا عنده عنصر اسمه بريمير مثلا ما بيلعبش اساسي في يوفنتوس، ما بيلعبش اساسي في يوفنتوس، بس لعيب مدافع واعد جدا جدا جدا. هل هياخد الريسك ويغامر بيه؟ ولكن لو لعب بتياجو سيلفا وماركينيوس يبقى في مشكله فعلا لما تواجه مش هتواجهها مع صربيا، مش هتواجهها مع الكاميرون، ممكن ما تواجهاش كتير قدام الاوروجواي اللي خايفه منك اساسا، دايما بتنزل مقدره من البرازيل بتاعت امريكا الجنوبيه، ولكن لما تلعب خصم اوروبي قوي زي اسبانيا ولا حاجه لا هيبقى لما تلعب عناصر كلها صغيره هتعمل لك مشكله كبيره. طيب الاربع مباريات المباراه الاولى سويسرا والكاميرون مين يكسب؟ سويسرا 2-1. 2-1 كمان؟ ماشي يا سيدي. اوروجواي وكوريا الجنوبيه؟ بتخيل اوروجواي مرشح للفوز. مش هتقول؟ لا ما بحبش انا. البرتغال وغانا؟ البرتغال. بعدين كم؟ بعدين كم؟ 1-0.
1-0 البرتغال ان شاء الله. مين اللي هيجيبه؟ كريستيانو رونالدو. برازيل وصربيا 2-0 بقى البرازيل. يا وش كده. يعني عموما لا يعني فوز برازيل ان شاء الله. استمتعت بوجودكم معايا النهارده، انا بشكركم شكرا جزيلا، بشكرك احمد على وجودك معانا، شكرا عبد الرحمن على وجودكم معانا، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه هي اطلاله على مباريات النهارده كلها بالكامل واخر اخبار الكواليس المونديال، وايضا اطلاله عن مباريات غدا واهم الارقام واهم الفرق او اهم المنتخبات اللي هتلعب بكره. كانت هذه هي حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.